على وقع تهاطل أمطار الخير، استقبل الأولياء والتلاميذ لبلدية سيدي عبد الرحمن بتيرت يومهم الأول للدخول المدرسي باستلام ملحقة جديدة من 12 قسما ساهمت في الحد من الاكتظاظ الذي سجل في السنة الماضية. نشكر كل السلطات المحلية على من سيد الوالي إلى بلدية سيدي عبد الرحمن، كما أتوجه بالشكر إلى قناة النهار اللي كانت عملول معانا في نفس هذا الدخول المدرسي، وصلناها وين تبدلت ورفع علينا هذاك الغبن نتاع الاكتظاظ وجاتنا مدرسة جديدة الحمد لله يا ربي. التلاميذ وأوليائهم ثمنوا هذا الإنجاز مطالبين تحقيق وعود السلطات بإنجاز متوسطة جديدة بالبلدية. شكرا لأن هذه المدرسة، لأن كانت المدرسة أخرى كانت فيها الاكتظاظ كثيرا، ونقول لهم شكرا. ونشكر من السيد الوالي يعجلنا بالسيام اللي هم وعدنا به، اللي عطتنا السلطات باش يحلنا المشاكل تاع أولادنا. الحلول اللي التمسناها اليوم خير من العام اللي فات. الدخول المدرسي كان اكتظاظ كبير، اليوم الحمد لله على هذه الحلول. وهذه هي الجزائر اللي نص عليها سيد رئيس الجمهوريه، الجزائر الجديده. هذه هي اللي نتمناها كيما هاك، نتمناو ان شاء الله مؤسسات في قريب الاجل اللي تفك لنا العزله ان شاء الله، اللي خلى المنطقه نحن منطقه نائيه. هو موسم دراسي يبدأه التلاميذ بأرياحية تامة في انتظار الاهتمام بمثل هذه البلديات التي تكتنز طاقات شابة تنتظر الدعم بمثل هذه المرافق.